ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر وازرة إيه؟ يعني لن تحمل نفس يوم القيامة إثم نفس أخرى. مفيش نفس هتحمل إلا مين؟ إلا الضال المضل. يعني الضال هيحمل اسم نفسه، والضال المضل ولا يحملن أثقالهم وأثقالا فوق إيه؟ وأثقالا مع أثقالهم، وأثقالا إيه؟ ولكن من عباد الله عبادا قد أقامهم الله تبارك وتعالى في مقام اليقين التام بسعة رحمة الله وعموم مغفرته، يختص منهم الله تبارك وتعالى واحدا قد جمله بحسن اليقين. بحسن الايه؟ اليقين. يعني اللي اختصهم دول الاول كانوا ايه؟ اليقين. دول بقى بحسن الايه؟ انت عارف الظن وحسن الظن، ده بقى اليقين وحسن الايه؟ يبسط ذراعيه يوم القيامة، يوم يفر المرء من ايه؟ وامه وايه؟ فيبسط ذراعيه يوم القيامة ويقول يا رب ضع علي جميع سيئات خلقي. هو متحقق بأن الله تبارك وتعالى أرحم عليه من أمه وأبيه. اللهم يقول لك اللهم ضع عني علي كل ذنوب إيه؟ وأدخلهم الإيه؟ فيقول الله تبارك وتعالى له أنا أولى بذلك منك. هو أنت اللي هتستعطفني إن أنا خلاص قد غفرت ولا حملتكش أي حاجة ولا حطيت عليك ولا إيه؟ خلي بالك إن من عباد الله عبادا يختصهم الله تبارك وتعالى باستعطافه يوم القيامة واسترحامه.